بالعلم والفن تنهض الأمم، لذا أقام عدد من التربويين والفنانين بازارا للتسوق يعود ريعه إلى الطلبة المتعففين لتشجيع البضاعة الوطنية المحلية من أعمال يدوية وفنية. هدف من المهرجان هو نشاط لطلبتنا الأعزاء والجهود الخيرين قاموا بهذا النشاط ليكون ريعه للطلبة المتعففين في ظل جائحة الكورونا. أي وهذه يعني طبعا الجهود مشكورة من جميع اللي قاموا لهذا اللي شاركوا واللي حضروا هذا المهرجان واللي شاركونا بشراء الأدوات تشجيع الأعمال اليدوية المحلية. احنا دائما نشارك معارض خيرية واختصاصي معجنات ونبيع المعجنات وفلوسها راح يروح للفقراء والمتعففين. نشاطات متعددة تعود للواجهة كالشعر والخطابة وغيرها بعد انقطاع دام سنوات طويلة مع ضرورة ربط المجتمع بالفن ليرسخ الإنسانية ويدعم من يحتاج للمساعدة على جميع الأصعدة علميا وثقافيا واقتصاديا. الفن للإنسان والفن للمجتمع، لكن عندما نرى أنه نصف مبيعات أو ثلث مبيعات أو أكثر من مبيعات وريع هذه المعارض التي تقام تعطى لملاجئ الأيتام ومستشفيات الأمراض، هذا قمة الإنسانية. المجتمع بحاجة إلى التكاتف والتآلف. بازار لريع الطلبة المتعففين ومساعدتهم لتجاوز المحنة الاقتصادية والدراسية وتوفير شيء حتى لو كان بسيطا ليزيل عبئا كبيرا. سعد السلطان، قناة التغيير، كركوك.